بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله أشواطنا تتواصل، أشواط الثنايا، هذا الشوط الخاص للقعدان الثنايا المحل المهجنات الأصايل. شوطين للأبكار انتهت، وشوط القعدان المحليات انتهى كذلك، وشوط اللي تعلن انطلاقته هو الخاص للقعدان الثنايا المهجنات الأصايل. نسير إلى مقدمة الشوط ونتابع الفارس الطارق بن مرزوق النعيمي يتصدر قيادة الشوط. المركز الثاني مشاكل سيف بن جعفر بن مرخان، نغلة من مشاكل إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث مشاهدين الكرام يتقدم مدلل للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري. المركز الرابع شقا عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي. وفي المركز الخامس الأسد الغبشي بن سهيل بن القبشي الشريفي. أما في المركز السادس نجم الشبابي أو نقل الشبابي محمد بن علي بن عيلان السبوسي اللي ياتي على المركز السادس. هكذا النداء لستة الأسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط الخاص للقعدان الثنايا المهجنات الأصايل. نعود وياكم إلى مقدمة الشوط ونتابع مدلل للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري يقود مسيرة هذا الشوط يتصدر القيادة. المركز الثاني الفارس طارق بن مرزوق بن محمد النعيمي على المركز الثاني. أمشاكل ثالثا سيف بن جعفر بن مرخان على المركز الثالث، أو هذا نقد اللي ياتي على المركز الثالث بعد أمشاكل ما وصل. نقد متواجد في المركز الثالث لسيف بن جعفر بن مرخان. المركز الرابع مشاهدين الكرام الأسد الغبشي بن سهيل بن القبشي الشريفي، من يقدم الأسد إلى المركز الرابع. وفي المركز الخامس شقا عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي. وفي المركز السادس نجل الشبابي محمد بن علي بن عيلان السبوسي، هو من يقدم نقل الشبابي إلى المركز السادس. هكذا ندانا لستة الأسماء المتقدمة في هذا الشوط وتحدياته. الشيخ ذياب بن محمد بن ركاض مع مدلل يتصدر قيادة هذا الشوط. المركز الثاني يا سلام، المتواجد عبد الله بن عوض، ولا هذا الفارس الطارق بن مرزوق بن محمد النعيمي، من ياتي بالفارس على مستوى المركز الثالث. المركز الثالث نقد سيف بن جعفر بن مرخان. المركز الرابع يا سلام نقل الشباب قادم
محمد بن علي بن عيلان السبوسي موقع المركز الرابع وفي المركز الخامس، المركز الخامس الأسد الغبشي بسهيل بالغبشي الشريفي. يا سلام يا سلام، غادم من بلسد، غادم بلسد، يغير من مركز إلى مركز، عينه إلى الصدارة، عينه إلى صدارة الشوط. أما هني بن عمر، بن عمر مع شقة عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي، ياتي بشقة، ياتي بشقة، وموقع السات، موقع السات. هكذا الندى، هكذا مسار هذا الشوط. نعود إلى المقدمة، نعود إلى مقدمة الشوط. وينك يا مدلل، وينك، وينك يا مدلل، وينك؟ انطلق مدلل للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري. يا سلام، راعي سمحة في القمة، راعي سمحة على الصدارة، الشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري يقدم مدلل بتاريخه بإنجازاته المميزة، وهو يسيطر مدلل، يسيطر مدلل السيطرة التامة، السيطرة اللي ما بعدها إلا الفوز، ما بعدها إلا الناموس. ها هو مدلل، ها هو مدلل الصدارة على المقدمة للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري. الجماعة قادمين، الجماعة قادمين، والفارس طارق بن مرزوق النعيمي على المركز الثاني، على المركز الثاني وفي المركز الثالث. يا سلام يا سلام، نقل الشبابي علي بن محمد بن علي، محمد بن علي بن عيلان السبوسي، 2 كيلومترات عن خط النهاية، تناقصت الأمتار، تناقصت الأمتار. روح يا أبو عمران، خلك في المقدمة، لا تتراجع، خلك في المقدمة. الجماعة واصلين من المناطق الخلفية، واصلين، ولكن اللي بيوصل هناك في المقدمة مع مدلل، مع أيضا الفارس، ومع نقل الشبابي، اللي بالفوز يحرك، اللي بالفوز يحرك، ما الفوز بالراحة، اللي بالفوز يحرك بدري. اهنيه الجماعة مسيطرين السيطرة التامة. يا سلام، مدلل، مدلل يقول انا صاحب الشوط، اما نقل الشبابي يقول عاني لأهل الساد ويبغي يذهب بالسلام الى وين يسكن محمد بن علي بن عيلان السبوسي، وياتينا بنقل الشبابي، نقل الشبابي، الشبابي المعروف، المعروف للكل. اما الفارس موقعه مميز للغاية، معك يا النعيمي، معك يا النعيمي 1500، لكن مدلل يقول هي هيهات، هيهات السلام يذهب من الساد، هيهات السلام يذهب من الساد مع الشيخ ذياب بن محمد بن ركاض. مسيطر السيطرة التامة، نقل الشبابي يخطف المركز الأول، يخطف المركز الأول. يا سلام، بالقوة، بالقوة، الله 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 الله، يا نقل الشبابي، نقل الشبابي يستلم المركز الأول عند لوحة 1200، ما بقى شيء، ما بقى شيء، أمتار، أمتار قليلة. أوهو، عاد مدلل، عاد مدلل يقول نقل الشبابي أو غير الشبابي، السلام مساد ما يروح، السلام مساد ما يروح، مكيف، مكيف يقود المسيرة. مدلل، 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 مدلل. يا سلام للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري، خلاهم في رقعة وقال باي باي، اللي يضرب اللي يحرك، خلاص الشوط لمدلل، الشوط لي هلا، الشوط لي هلا، الشوط الراعي سمحة، الشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري. الله 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 الله، يحلو يحلو الشوط حين ما يحضر بن ركاض، تحلى ايضا، يحلى كل شيء. تهانينا والناموس للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري، مشكور يا راعي سمحة، مشكور. وها هو مدلل، 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 ينفرد الانفراد التام وبدون اوامر. طار مدلل، وهدى الفوز والناموس للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري. على الفوز نهنيه، على فوز مدلل نهنيه، والتهنية موصولة الى الشيخ محمد بن ركاض العامري، والتحية والتقدير الراعي سمحة. تهانينا والناموس للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري، نهنيه على فوز مدلل بالمركز الأول وبدون أوامر تذكر، ولا شبه أوامر، وبدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا، تهانينا، يا سلام.
اليوم ما شاء الله شيء غادر من الخلف، لكن خلاص الشيخ بالركاب قفل عالشوط، قفل عالشوط، مدلل مدلل مدلل. تهانينا تهانينا والناموس للشيخ ذياب بن محمد بالركاب العامري، لكن موش اللي دخل في اللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، تتغير الميازين تتغير الميازين. الله يا بن منانة، سعيد بن منانة بن غدير يقلبها في اللحظات الأخيرة لصالحه، ولا غريبة الهجمة. تهانينا لسعيد بن منانة بن غدير القتبي على فوز غراف اللي انتزع المركز الأول. المركز الثاني مدلل للشيخ ذياب بن محمد بن ركاب. المركز الثالث كم رقم الثالث؟ لازم نذيع الثالث، التوقيت معروف محمد. 9:48 ثانية. التهاني لأبو محمد سعيد بن منانة بن غدير، نهني على فوز غراف بالمركز الأول بهذا الشوط. اللي وصل في المركز الثاني لا الشيخ ذياب بن محمد بن ركاض، اللي وصل في المركز الثالث رقم 2. مشاهدين الكرام، عموما على كل حال اللي في المركز الثالث شاهين علي بن هلال بن عمير المنصوري. التوقيت 9:48 ثانية.